مساء الخير عن جديد. الصيدلاني دائما بيكون الرفيق الأساسي للطبيب، وضمن برنامجنا الطبي حبينا نسلط الضوء على ثقافة إعطاء الدواء من قبل الطبيب فقط، فرجاء لا حدا فيكم من المشاهدين ياخذ أدوية بطريقة عشوائية أو يروح لعند الصيدلي ويطلب الدواء بدون وصفة طبية. حرام عليك، هيك قطعتي برزق. ماشي الحال. للأمانة الحقيقة الصيادلة كثير عم بيساعدونا بهالموضوع هذا، إنه بيعرفوا تماما شو الأدوية اللي بتنعطى وشو الأدوية اللي ما بتنعطى. يعني هن ما أكيد ما عم بيعطوا بدون وصفات طبية، وهذا عم نلاحظه بعياداتنا. ما حنطول عليكم، ضمن الفقرة رح نحكي عن أدوية التحسس ونجاوب على كثير من الأسئلة اللي حابين طبعا من خلال الأرقام اللي موجودة بأسفل الشاشة. شو دور أدوية التحسس؟ هل تسبب إدمان؟ كل هالتفاصيل حتكون مع الصيدلانية الدكتورة صبا القاضي. أهلا وسهلا فيكي دكتور. نورة. شكرا منورة بوجودكم. حضرتك صيدلانية وقتيلي شغلة ما حفظتها، عيدي أنت. صيدلانية بمنصة الصحة السورية ميد دوز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلين دكتورة. أهلا فيكي. أول شيء سؤال رح ببادر بذهلنا، معقول أدوية التحسس بتوصل المريض أو الشخص اللي بياخدها لمراحل إدمان؟ الجواب أكيد هو لا، لأنه في حال لو كانت هاي الأدوية بتسبب إدمان فما كان الشخص بيقدر بيفوت على الصيدلية ولا أعطيني مضاد حساسية، كان حتكون مثل باقي الأدوية اللي هي بتسبب الإدمان العصبية والنفسية، حتكون بدها وصفة وختم وإلى آخره. فالجواب أنه هي ما بتسبب إدمان، ولكن القطرات مضادة الاحتقان بتسبب اعتماد. يعني إذا الشخص استخدمه بطريقة خاطئة لمدة تزيد عن 3 لـ5 أيام فبصير في عندي احتقان ارتدادي، يعني بتصير القطرة هي بذات نفسها بتسبب لي احتقان، وهذا الشيء طبعاً من الاستخدام الخاطئ. وإذا الشخص انصاب فيه، يعني إذا في حدا عم يسمعني صابه هذا الاحتقان، بيعرف حاله استخدم القطرة المضادة للاحتقان لفترة طويلة، فهو يراجع اختصاصي لحتى يتم سحب هاي المادة بطريقة صحيحة. يعني تساوي آثار جانبية قصدك ولا اعتماد؟ تمام، هي آثار من آثار الجانبية. يعني أنه الشخص ما عاد بيقدر بيتنفس إلا لحتى يستخدم هاي القطرة. بس عفوا دكتورة، هلأ مثلا الأدوية مضادة تحسس الأجيال القديمة كانت فيها شوي بتنعس بتنيم الشخص. صحيح. فنحن هلأ حكم بتداومي بتيجي لعندك المريض، في مرضى كتير بيقولوا لك أنه أنا عم باخد دواء التحسس أنا هذا بنام عليه، فأنا عم باخده على طول، أنا عم يساعدني نام بالليل. صحيح. هلا أدوية الجيل الأول، هلا الأدوية المضادة للحساسية هي جيلين، جيل أول وجيل ثاني. الجيل الأول هو بيعبر الحاجز الدماغي الدموي، فبيعمل لي تأثيرات مركنة للجهاز العصبي المركزي. فلهيك نحن بحالات حساسية الربيع بنفضل نعطي الأدوية من الجيل الثاني، لأنه عبورها للحاجز الدماغي الدموي أقل، فهي تأثيراتها المركنة أقل. ما بنقول إنه هي أبدا ما بتنيم أو أبدا ما بتركن، ولكن أقل بكثير من الجيل الأول. بس ما بصير خصوصا بنستعمل الادويه التحسس كثير احيانا لمساعده المريض على النوم او تهدئه المريض. صحيح. يعني صحيح. مثل الادويه القديمه اللي هي السلاغ والبروماتيزين وكذا، يعني الادمة خلينا نقول الادويه الجيل الاول كثير نستعملهم حقيقه. مين في حدا ما بيقدر او ممنوع ياخذ مضادات التحسس؟ في أشخاص ما بيقدروا يفوتوا على الصيدلية ياخدوا مضاد التحسس، لازم يراجعوا طبيبهم الاختصاصي. يعني نحن مضاد التحسس نحن بنقدر نعطيه بلا وصفة طبية في حال كان الشخص ما بيعاني من الأمراض اللي رح أذكرها هلأ، أما إذا هو كان بيعاني منها فلازم يراجع طبيبه الاختصاصي. والأمراض هي ارتفاع ضغط العين اللي هو الجلوكوما، تضخم البروستات عند الأشخاص اللي عندهم صعوبة بالتبول، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض القلبية، الأمراض الكلوية والأمراض الكبدية. إذا أنت شخص مصاب بأحد هدول فما تروح على الصيدلاني أو أنت تخبي عليه أنه أنت معك هدول الأمراض، لا، الأفضل لصحتك ترجع لطبيبك الاختصاصي، هو الأقدر على تقييم حالتك ووصف الدواء الملازم المناسب لك. معلومة كثير مهمة. في اتصال. ألو ألو أسعد، تفضل. أيوة تفضل. ألو تفضل، معاك الدكتورة. مساء الخير. مساء النور. يا هلا. مساء الخير. أهلين. رمضان كريم إن شاء الله على الجميع. رمضان كريم عليك. في سؤال للدكتور أحمد مشان الاضطرابات النفسية، معلش لو كان الوقت غير مناسب، يعني مضطر على السؤال هذا. شو السؤال ما سمعته؟ الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية بس سمعت، بس شو السؤال؟
انا صلي 22 سنه بعاني من حاله الاكتئاب والقلق والوسواس القهري مع بعض. وعم اخذ ادويه، ويعني صرفت مبالغ كثير كبيره على كل انواع الادويه، وما تركت الدكتور الا ما شفته بالشام وباللاذقيه. هاي الادويه هي عباره ما أنا ادويه معالجه، هي عباره مثل مهدئات مسكنات، يعني مثل واحد معه صداع عم ياخذ حبه سيتامول او معه ضغط. انا حاشرح لك بالحلقات القادمه في حل جذري لهالامراض هذه، وبدي اسالك عن دواء اللي نام بسبب ادمان. تمام، حجاوبك بما انه الدكتوره هون كمان حنتناقش في الموضوع مع بعض. هو مريض اكتئاب ووسواس قهري من فترة طويلة. طبعا نحن حنثقف عن موضوع الاكتئاب إن شاء الله، وحنتناقش نحن وياكم حوله، وحنتناقش حول الوسواس قهري. بس الدكتورة موجودة، ومثل ما بنعرف أنا وحضرتك أنه أدوية الاكتئاب هي نفسها أدوية الوسواس، هي ما بتساوي إدمان، ما هيك؟ تمام، صحيح. يعني تقريبا 90% منها ما بتساوي إدمان. الأدوية بتساوي إدمان هي مو أدوية علاجية أصلا. صحيح، ومعدودة. ولكن بدنا ننوه كمان أنه أنا عندي مضادات الهستامين تتداخل مع مضادات الاكتئاب. أكيد. بما أنه نحن عم نحكي بهذا الموضوع تتداخل معاهم. صحيح. تفضل، في سؤال تاني عنده. تفضل. طيب. سكر سكر. طيب. هلا دكتوره، نفس السؤال كنت بلشتوا تحكوا فيه، بدي احكي انه شو الادويه، في ادويه اكيد ما بصير ناخذها مع ادويه التحسس، بصير تداخل دوائي بيناتهم. صحيح، نقدر يعني هيك معلومات عامه مشان المشاهدين يستفادوا منها، يعني ما بصير ناخذهم سوا. تمام. هلا مو قصه ما بيصير، لازم كمان تحت اشراف طبيب. اكيد. فنحن عندنا مضادات الاكتئاب، المرخيات العضليه، الادويه المنومه، ادويه الصرع، هدول ابرز الادويه اللي هي بتتداخل مع مضادات الهستامين. فلازم يعني لما الشخص بيعرف حاله بياخذهم واصيب بحساسيه الربيع يراجع طبيبه. ما دغري يفوت على الصيدليه يعطيني، بياثر كل واحد على الدواء الثاني. صحيح. اوكي، شو التداخل نوعاً ما، شو الاثار اللي بتظهر عند الشخص حتى ينتبهوا المشاهدين؟ تمام. هلا نحن اذا عم نحكي على ادويه الصرع مثلا، او الادويه اللي هي بتثبط الجمله العصبيه، فهي اساسا هي بتركن او بتخلي الشخص يهدى. وادويه الهستامين وخصوصا الجيل الاول، فكمان هي عم تخلي الشخص ينعس ويهدى بزياده. فهون صار عندي تركين زائد للجمله العصبيه. انا اللي بعرفه ان الادويه هذيك بتشتغل مثلا على الجابا امينو بوتيريك اسيد، بينما هون بتشتغل على الهستامين. ما بس هي بالمحصله عم تركن، يعني عم موضوع التركين ما هو الخوف انه يصير تركين زائد. صحيح. اذا كان كبير بالعمر مثلا يسلط او يصير سقوط. صحيح، وخصوصا اذا جيل اول. خاصه اذا جيل اول. بدي اسالك سؤال دكتوره. هلا نحن مثلا البخاخات خاصه الانفيه وال مشان الصدر الربويه، هلا كثير مرضى مثلا انا تحسست بخبختين المساء، والله شوي تضايقت رد بختين، بيصير هذا الشيء من الناحيه الصيدلانيه يعني؟ أكيد. ولا لازم يلتزم في توقيت معين؟ اكيد لا، خصوصا هي البخاخات تبعيه الربو هي بتكون موصوفه بتواتر معين، فما لازم هو يعني في اكيد الدكتور بيكون واصف له شيء انه انت اسعافي، خلينا نقول اذا انت صابتك في منهم بيستعملوها بالبيت، بس بيكون معلمه يعني الطبيب. اي تمام تمام. والاهم كمان انه يعرف كيف يستخدمه صح، يعني احنا كثير بنشوف انه صار له فتره عم ياخذ بيستخدم بخاخ الربو، بس لحد هلا هو مو عرفان يستخدمه بطريقه صحيحه. صحيح، او ما عم بيزفر بيطلع كل شيء هواء وبياخذ شهيق عميق مع سحب الدواء. فللاسف هي اخطاء. وبتوقع لازم يكون في فاصل بين البخه والبخاخ 30 ثانيه على الاقل. 30 ثانيه على الاقل، والا ما بنقعد ناخذ فوائد. يمكن كمان معنا اتصال، حابينك المشاهدين. الو فاطر. ايوه تفضل. والله اذا سمحت، هلا انا عندي طفله صغيره عمرها 8 سنوات، في عندها هي الحاله التحسس، يعني عم نعطيها يعني بشكل دائم دواء انه وقائي لاكوست عيار 5، لوكاست عيار 5. ف يعني باجواء الربيع بهالايام مثلا او بالخريف كثير عم تتعرض لسعله، يعني حتى هلا هي مريضه يعني. بدي اعرف هذا الارزاز او البريدلون او له تاثيرات جانبيه، او هذا اللوكاست عيار 5 له تاثيرات مثلا مستقبليه. تمام. هلا ان شاء الله حافظين الادويه كلها متصلين. هلا بدايه اللوكاست والبريدلون فهدول اجباري بوصف الطبيب. نحن دائما بننبه انه اذا الطفل او الشخص استفاد على دواء ما يكرره منه لحاله، هدول بحاجة وصفة طبية، وخصوصا هي طفلة، فالأفضل ترجع للطبيب الاختصاصي هو يقيم حالتها وهو يوصف لأدوية من جديد. يعني نحن الأطفال معاملتهم خاصة غير الكبير، معاملة خاصة، وخصوصا أنه نحن يعني
يعني كورتيزون او مثبتات خلايا، خلينا نقول لوكاست، فلا لازم يكون تحت استشاره الطبيب. اكيد. شكرا للدكتوره الصيدلانيه، هذا اللي صار عليه الخلاف، ناديلكم دكتوره، لا انا بحب ناديلكم دكاتره خلاص. شكرا كثير الدكتوره الصيدلانيه صبا القاضي. شكرا لك، شكرا على هالطله وعلى الاجوبه المناسبه وعلى تبسيط المواضيع، حبيت انك انت بتعطينا المعلومه بطريقه بسيطه وحلوه. شكرا لك. وانا اكيد شرفني وجودي معكم وتشرفت بلقائكم بشكل شخصي. اهلا وسهلا. شكرا.